احنا اليوم في المؤتمر الصحفي للاعلان عن فعاليات اليوم العالمي للانترنت الامن، تنظيم برنامج خليفه بمشاركه عده جهات محليه على مستوى الدوله، مجلس الامن السبراني، وزاره التعليم، مؤسسه التعليم المدرسي، هيئه تنظيم الاتصالات. هي الفكره ابراز جهود الدوله في هذا المجال ومدى تكاتف المؤسسات الوطنيه في تعامل ايجابي مع موضوع الانترنت. تم اختيار العنوان اللي هو استدامه الامن الرقمي في دوله الامارات، توجها مع توجيهات القياده السياسيه نحو ايجاد استدامه دائمه للمشاريع الوطنيه في هذا المجال. برنامج خليفه للتمكين عنده عده مبادرات في هذا المجال، سواء على المستوى المدارس، سواء على المجتمع، على مستوى الامهات، على مستوى مختلف فئات المجتمع، وبالتالي كلها تصب فيما يخدم التوجهات السياسيه لدوله الامارات في هذا المجال.